إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكنا وللمسلمين أجمعين. أحب أن أتساءل كيف الدخول عمليا وتطويقيا إلى العالم الخلقي والنظام الخلقي لشخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف يمكن للمؤمن أن يتخلق بخلق الرحمة وما ينتج عنها، أي عن الرحمة، من أخلاق كثيرة لا يمكن حصرها في هذا السياق. واضح جدا أن كل أهل العلم قديما وحديثا يعولون على سيرته عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت هذه الندوة المباركة بهذا العنوان، السيرة أو سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من هذا المدخل. لكن الذي أحسب أن فيه إشكالا فعلا من الناحية العلمية والعملية، أن السيرة كما صيغت في التاريخ، أي كما كتبت، ليست كافية، بل قد يكون الاعتماد عليها والتعويل عليها بالصورة التي كتبت عليه مشكلا، لأن مفهوم السيرة في القديم غير مفهوم السيرة في الفكر الإسلامي المعاصر والأدبيات الحديثة بصفة عامة، ولهذا وجب البيان. يعني لأننا نريد الآن أن ندخل عمليا إلى العالم الخلقي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كيف نعمل؟ فالفرق بين الأمرين أولا، يعني معنى السيرة قديما ومعنى السيرة حديثا، أن لفظ السيرة الآن كما هو متداول عند الناس في المجال الأدبي والمجال الثقافي والتاريخي المعاصر، يعني يتعلق بالشمول العام للشخصية. يعني هنا نقول سيرة فلان في المجال العام، المجال البشري العادي، سيرة فلان أو فلان من الزعماء، من المفكرين، من السياسيين، من أي شخصيات والطبقات. فالمقصود يعني دراسة حياته منذ أن ولد إلى أن مات أي شخص، ثم يعني أهم الإنجازات التي تشكل الخطوط العريضة لشخصيته، تشكل الخطوط العريضة لشخصيته. فإذا إذا كانت السيرة هي هذه، قد يكتبها الإنسان عن نفسه، يعني كما يكتب أحدهم مذكراته مثلا ويذكر التفاصيل جميعا، أو يكتب حياته كما قال حمد أمين الأديب المصري المشهور في كتابه حياتي، أو قد يعني يعبر بلفظ مضخم كما عبر الأستاذ العقاد رحمه الله في كتابه أنا، يعني لفظ ضخم جدا، وهذه من الألفاظ التي كان يكرهها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أو قد تكتب عنه، يأتي شخص آخر ويكتب سيرة فلان أو علان. فالمقصود إذن أن الكتابة في السيرة يعني تعني الإحاطة بحياة الشخص، ولكن مع التركيز على الخطوط العريضة التي تمثل شخصيته. المشكل أن السيرة في تراثنا الإسلامي القديم لفظ آخر، يعني هو لفظ من حيث لفظ واحد، ولكن من حيث المعنى شيء آخر. ولذلك وجب الانتباه، لأن هناك مشكل في الألفاظ، تطورت كثير من الألفاظ لتصير لها دلالة أخرى. فلفظ السيرة في كتب الحديث والكتب المستقلة كانت تعني بالدرجة الأولى السيرة العسكرية لا غير، بالدرجة الأولى. صحيح ستجد أشياء أخرى ضمنها، ولكن المادة الرئيسة في ذلك إنما هي السيرة العسكرية، أي الجانب العسكري من الإنسان. وهذا إنما كان تأثرا، وسأبين ذلك بالدليل بحول الله، ونبين بعد ذلك الجانب يعني الذي ينبغي أن نصير إليه ونسير إليه في التعامل مع شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. العرب من قبل كانت تهتم بشيء في حياتها، والذي كان يسمى بأيام العرب، كان عندها علمان مشهوران في الجانب الثقافي العام، يعني بغض النظر عن الجانب الشعري، الشعر شيء آخر، كان عندها علم الأنساب، يعني فلان بن فلان وقبائل، لأنه يرسخ الأنا الجاهلية العربية التي كانت، علم الأنساب. فهذا علم الأنساب بقي مع الإسلام، ولكن تطور في الصورة الإسلامية
وصار يعني كتب الطبقات والرجال وكذا إلى آخره. ثم كان جانب آخر وهو أيام العرب، أنساب العرب وأيام العرب. أيام العرب هذه وذكرهم بأيام الله أي الحوادث الكبرى، وإنما يقصدون بذلك المعارك كداحس والغبراء، معركة البسوس وما شابه ذلك، هذه أيام العرب. فجاء المسلمون بعد ذلك فكتبوا، يعني أرادوا أن يكتبوا أيام الإسلام، فكتبوا السيرة، فيعني دولوا المغازي والمعارك والحروب والغزوات والسرايا التي قادها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر بها. وتلاحظون أن سيرة ابن هشام بن إسحاق ومن جاء بعدهما إنما كانت على هذا السياق، السيرة موجودة الآن. وحينما تفتح كتب الحديث أيضا تجد هذا الإشكال، هو إشكال بالنسبة للإصطلاح في العصر الآن، ولكن ذلك إصطلاحهم وتلك يعني عبارتهم، لا مشاحة في الإصطلاح، لكن يعني ينبغي أن نصير إلى معنى أشمل موجود عندهم، موجود عندنا في تراثنا الإسلامي، هو الذي سأتحدث عنه بعد قليل بحول الله عز وجل. إذا فتحت كتاب البخاري أو مسلم يعني الصحيحين أو كتب السنن ستجد من بين الكتب، يعني كتاب بدء الوحي أو كتاب الإيمان على حسب البدء، إلى أن تجد كتاب المغازي والسير، جمع سيرة، سير جمع سيرة، كتاب المغازي هكذا في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا وفي غيرهما، كتاب المغازي والسير جمع غزوة وجمع سيرة. فيعني اللفظان استعمل على سبيل الترادف، يعني بأن يعني المغازي مغازي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته في تلك المغازي، فلا تجد إلا معركة كذا، غزوة كذا، سرية كذا، كذا إلى آخره، يعني بدءا ببعثته. ويعني بين قوسين استعمل هذا الاصطلاح، يعني كما يعبرون اليوم في لغة الأدب المعاصر، يعني الجانب الدرامي، يعني كيف أنه يعني لم تقبله العرب، وكيف كان يجاهدهم في مكة، وما كان يلقى من العنة في ذلك، ويعني هجرته يعني ما لاقى فيها من شدة ومن. لكن قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الكاملة الكاملة أقول غائبة عنها في هذه المدونات بهذا الشكل. وتلاحظون شيئا يمكن أن نسأله أو أن نتساءل عنه، القرآن الكريم حدثنا عن قصص الأنبياء، قصص، قصة نوح قبل ذلك، قصة آدم، قصة نوح، قصة إبراهيم، موسى، عيسى، ومن بينهما من الأنبياء كثير، قصص كثيرة، قصة يوسف إلى آخره. أين قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما كان ينبغي فعلا أن لا تكون، وهي كائنة موجودة ببساطة، هي القرآن الكريم كله. فالسيرة بالمعنى المصطلح المعاصر الآن لشخصية سيدنا محمد، يعني الحياة، حياة محمد كما عبر هيكل، ولم يأتي بحياة محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة، إنما شيء آخر هذا الذي جاء به، يعني حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الدعوية الدينية الشاملة التي يجمع كل وظائف النبوة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن الكريم في غير ما موطن، من مثل قوله والذي بعث في النبيين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. بهذا الشمول العام شخصية سيدنا محمد، يعني الخطوط العريضة التي تكون شخصية سيدنا محمد، يعني ليس الجانب العسكري، سيدنا محمد ما كان مقاتلا فقط، بل ذلك كان جزءا بسيطا من حياته، وكان جزءا من رحمته كما عبر الأساتذة والأفاضل قبل قليل. فحقيقة يعني إذا أردنا ندرس السيرة الكاملة فإنما هي يعني حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه لا بد من أن تجمع من مصادر أربعة وليس من مصدر واحد، ليس من يعني من كتب السير والمغازي أو سيرة ابن هشام أو ابن إسحاق. السيرة الكاملة الشاملة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام التي يعني إن أراد الإنسان أن يتخلق بها فعلا وأن يعني يصير على وزن سيدنا محمد. أما إذا أردت أن تتخلق بالسيرة بالمعنى القديم يعني ستصبح عسكريا، ستتخلق بالجنب العسكري لا أقل ولا أكثر، فهذا سيصير إشكال، سيكون يعني شخصية جزئية في الإنسان ولا يكون لك توازن، خرج إنسان هو يعني يبحث عن القتال فقط، بينما شخصية سيدنا محمد كما ذكرت يعني شخصية عامة، شخصيته في السلم، شخصيته في بيته مع أهله مع الأطفال كما ذكر، يعني في وقت الدعة والراحة، في وقت الجد، في وقت الخوف، في وقت الأمن، في وقت التعليم، كل ذلك سيرة. أين هو عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ قلت إذن المصدر الأول، قلت أربعة مصادر، المصدر الأول القرآن نفسه، وقد ذكر الحديث الذي روي مسلم وغيره كان خلقه القرآن،
والله جل وعلا يخاطب سيدنا محمد وإنك أنت إلى أو بضمير الغيبة سبحان الذي أسرى بعبده وهكذا. فيعني نزول القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من بدء الوحي من إقرأ إلى يعني خاتمة الصور نزولا وهي سورة النصر إذا جاء نصر الله يفتح، هذه يعني مش آخر آية آخر سورة، فرق بين آخر آية وآخر سورة. آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله يفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وبالمناسبة حينما قال يعني ذكر الأستاذان يعني كان خلق القرآن يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما نزلت عليه آية صارت له سلوكا عمليا. وتروي عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن هذه الصورة بالذات أن حينما نزلت بكى أبو بكر الصديق لأنه فهم منها نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعلا ما دارت السنة إلا من بعد أن قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان ما تبقى من عمره عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الصورة إذا جاء رسول الله يفتح كان يتأول القرآن. هكذا قالت عائشة يتأول القرآن في ركوعه وسجوده، لأنه بدأ بعد ذلك إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم وبحمده فسبح بحمد ربك واستغفر، يجيب سبحان ربي العظيم وبحمده ربي اغفر لي، والسجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي اغفر لي، حتى مات وقبض عليه الصلاة والسلام. فمنذ إقرأ إلى إذا جاء نصر الله كانت هكذا حياته مع القرآن، كان خلقه القرآن. فالقرآن إذا المصدر الأول، بل هو المصدر الأول لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أراد فينا أن يتخلق بأخلاق القرآن الكريم. ثم بعد ذلك السنة الشاملة، وليس فقط كتاب المغازي والسير، وليس كتب السيرة، كل السنة، كل صحيح البخاري، كل صحيح مسلم، كل ما صح من كتب السنن الأربعة والمسانيد والمطاعات وغير ذلك جميعا يمثل مصدرا شاملا، ولا يجوز أن يستثنى حديث صحيح واحد، لأن كل كلامه ولأن كل أقواله وأفعاله وتقريراته حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى ليس جديدا، شيء مش أدب كيجي قديم انتبه إليه العلماء، لكن لضخامته لم يستطع أن يقوم به أحد إلا أحد العلماء إلا واحدا سأذكره بعد قليل. يعني إذا المصدر الأول قلنا القرآن، المصدر الثاني هو هذا الذي نتحدث فيه السنة الشاملة، والمصدر الرابع فيه السيرة بالمعنى التاريخي، يعني السيرة بالمعنى كسيرة ابن هشام وابن إسحاق وغيرهما وابن كثير ومن كتب في السيرة بالمعنى العسكري للكلمة. ثم الرابع والأخير الشمائل، كتب الشمائل يعني كشمائل النسائي والترمذي وغيرهما ممن صنف في الشمائل، والشفاء للقاضي عياض وهو كتاب في الشمائل. كتب الشمائل هذه كانت تتحدث عن شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من حيث خلقه وخلقه، يعني هيئته البدنية كيف كان، يعني عريض المنكبين عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، ويعني أبيض الوجه إلى غير ذلك، مترجل الشعر إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف بها عليه الصلاة والسلام. ثم خلقه وهو الأهم الذي يمكن فعلا تأسيبه والتخلق به في أخلاقه وفي سلوكه عليه الصلاة والسلام. فهذه المصادر الأربعة، القرآن الكريم، لكن الجانب العملي يعني القرآن الكريم يعني تنظر إلى التأويلات العملية، التأويلات ليس من المناء التفسيرات، لا التأويلات أي التطبيقات، يعني يوم يأتي تأويله أي تطبيقه وتوقيعه في الأرض وفي الواقع. التأويل أحيانا يريد بمناء التطبيق، فيعني الجانب التطبيقي من القرآن الكريم كيف فعل أي كيف صنع الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف تعامل مع القرآن. من أراد أن يدرس السيرة من هذا الجانب يدرس كيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع القرآن الكريم، سيجد في ذلك عجبا عجابا مما يتخلق به بالليل في قيامه وفي نومه وفي أحواله، وبالنهار في مساره العامة في الحياة. ويعني السنن بصفة عامة سأرجع إليها بعد قليل، لأنها هي يعني شيء مهم جدا في هذا السياق، أو شيء مهم في هذا السياق يعني لأن فيها أمثلة تاريخية. والسيرة كما ذكرت يعني في جانبها العسكري وكيف كان خلقه وأدبه مع الأعداء ومع الأقرباء أيضا مع المؤمنين، كيف ينظمون كيف يتعامل معهم. ثم إذا قلت يعني السيرة بالمعنى الضيق للكلمة الجانب العسكري، ثم في نهاية المطاف السيرة بمعنى الشمائل. هذه هي المصادر الأربعة جميعا لا بد من جمعها وتأليفها، يعني بشكل طبيعي سينتج عن ذلك دائرة معارف كبرى، يعني مجلدات، يعني عشرات المجلدات ستنتج
يعني هذا الجمع وهذا التكميل يعني يعطينا شخصية سيدنا محمد أو حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والخطوط العريضة لشخصيته. أحسب حسب علم المتواضع القليل أن من أول حتى لا أقول أول أن من أول من انتبه إلى هذا المعنى وعنه وعن مثله أخذته ابن القيم رحمه الله، فكتابه زاد المعاد في هدي خير العباد بني على هذا الأساس. فزاد المعاد ابن القيم رحمه الله كتابه في السيرة، لكنه جاء بالسيرة الشاملة الكاملة، هديه في كذا، هديه وانتبه إلى الجانب التربوي التخلقي الذي ينبغي أن إذا قرأه الإنسان يعني كان يمكن أو يعني يعطيك فرصة بالعمل والتطبيق، ولا تقرأ شيئا في التاريخ، ولا تقرأ فقط شيء في التاريخ أنه يعني هاجر من كتائب المدينة وكان كذا وكلف عبد الله بن أريقط وتبعه سراقة، ماذا يمكن أن تستفيد من هذا الكلام عمليا؟ يعني صعب جدا، يعني يحتاج إلى خبير عالم يستنبط الحكم. فابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وقل قل من صار على نهجه، لأنه عمل ضخم فعلا سيستغرق من الإنسان عمره، ولهذا يعني العلماء قل من يعني صاروا في هذا الاتجاه، مع أنه الاتجاه الأسلم الذي ينبغي أن يعني أن يفعل في حق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لتجمع شخصيته كاملة. فكان ابن القيم يعرض الحوادث أولا ثم يبين هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الحوادث بسنته القولية أولا، يجمعها من كتب الحديث يعني من سائر الأبواب والكتب، ولا يعتمد فقط كتاب المغازي والسير، لا، من أي مكان، يعني من كتاب بدء الوحي أو كتاب الإيمان أو كتاب الصلاة أو كتاب الحج أو أي شيء. المهم أن يورد ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير في ذلك المجال في شخصيته عليه الصلاة والسلام، وكذلك قبل ذلك ما نزل في ذلك من القرآن الكريم ومن التوجيه الرباني العالي الذي شكل شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أولا، ثم يعني أتاح فرصة للمؤمنين بعد ذلك للعمل. فمن القيم رحمه الله جمع بين الأمرين، ثم اعتمد طبعا على كتب المغازي وكتب السير، ثم على كتب الشمائل، فجاء حقيقة بالعجب العجاب في هذه المعلمة، وأقول هي دائرة معارف حقيقية زاد معاد لابن القيم. لكن قلت يعني مع الأسف يعني ما أعرفه، ممكن يكون يعني ممكن يكون لأن التراث ضخم جدا وواسع جدا، يعني ما أعلم شخصا فعلا حاول أن يجمع الخصائص العامة لشخصي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الشمول. أغلب الناس حتى يعني المؤلفين المعاصرين رأيت بعض التحقيقات وبعض التأليفات الجديدة في مجال السيرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعت في المشرقي، كلها تقريبا على الذي وصل ووقع بين يديه كلها تعتمد الجانب العسكري فقط. وفي الحقيقة نحن في حاجة اليوم إلى السيرة الشاملة لسيدنا، أي إلى حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حياته كلها، لأن بقراءة هذه الحياة تتشكل شخصية القارئ، وهذا شيء مهم جدا حقيقة. وقد ذكر الإخوة والأخوان قبل ذلك هذا المعنى، كيف يتأثر يعني المحب بالشخصية المحبوبة، يعني كتب الشخصيات بصفة عامة، كتب الشخصيات لها تأثير بليغ في النفس الإنسانية، حتى ولو كانت هذه الشخصيات شخصية الكفار. يعني إذا أردت أن تعرف مثلا حضارة ما فقرأ مذكرات القادة السياسيين والمفكرين الذين كانوا يعني أساس تلك الحضارة. يعني إذا أردت أن تعرف خلاصة تجربة ما، ويعني شخصيا كلما يعني سمعت يعني شخصية منوقة من الناحية العلمية والناحية السياسية والناحية القيادية كتب مذكرته إلا وبادرت لشراء المذكرات ولو كتبها يهودي، لأن أي شخص كان عبقري قوي فسر، فلا بد أن في عبقريته سرا إذا كتبه حكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها. فكيف إذا كانت هذه الأسرار هي أسرار شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك إذا يعني هذا المعنى، أي أننا نقبل على السيرة لندرس الخطوط العريضة لشخصية عليه الصلاة والسلام، كيف تعامل المعاملة العامة في كل النوازل، في إدارة الأزمات، في الرخاء، في كل شيء، يعني كيف كان يصلي لربه، كيف كان يعبد إذا تعارض عنده الأمران من أمر الدين وأمر الدنيا، إذا يعني استفز كيف كان يغضب لله ولا يغضب لنفسه، يعني شيء عظيم جدا في هذا الأمر. أحد العلماء المعاصرين حاول شيئا من هذا، إنه الحقيقة يعني كان يعني هنالك يعني مشكل ما، يعني أحد العلماء الأتراك المعاصرين، لكنني يعني لم يستوعب الاستيعاب الكامل، يعني
يعني فتح الله غولن، هذا اسمه فتح الله غولن، عالم تركي معاصر ما يزال بقيد الحياه ورجل مسلم، كتب كتاب اسمه النور الخالد في مجلدين، حقيقه يعني صغير بالنسبه للشخص، قلت لم يستوعب يعني في مجلدين، لكن حاول محاوله ابن القيم يعني صار على نفسه مهجي. ففي كتابه النور الخالد هذا وترجم الى العربيه، ترجمه احد العراقيين اورخان محمد علي، يعني يتقن اللغه التركيه وترجمه، يعني مع الاسف ما موجود في المغرب هذا الكتاب، لكن يعني قد يدخل ان شاء الله، ربما قد يدخل قريبا. النور الخالد هذا يعني حاول يعني كانه تلخيص لكتاب ابن القيم، هو لم يعتمد عليه تلخيصا ولكن استفاد من منهجيه، او يعني قد تكون فكرته قد وقرت بقلبه وعقله، فكتب هذا الكتاب قلت في مجلدين بنفس المنهج، يعني حاول ان يعرض الشخصيه الشموليه للرسول عليه الصلاه والسلام، لكن ملخصه النكته في الامر ما هي؟ الكتاب ترجم الى الانجليزيه وقرأه أحد كبار العلماء اليابانيين، وهو في نفس الوقت من رجال الأعمال، يعني هكذا وقع بيده هذا الكتاب بالإنجليزية وقرأه في طوكيو وتأثر به تأثرا بالغا. السبب طريقة العرض لشخصية سيدنا محمد، ما عرضناش أنا إنسان عسكري، أنا أحيانا قد نؤرخ لبعض سلاطيننا فنظلمهم هو يعطيك ديك الصوره العسكريه كانه كان جنرال قتال سفاح لا اقل ولا اكثر، وهذا الاشكال وقع للسلطان مولى اسماعيل تاريخيا، حتى ان بعض الغربيين كتب كتابه يعني وقد ترجم من اللغه الهولنديه الفرنسيه الكتاب، يعني وقعت عليه يعني يبين يعني الجانب الاخر من السلطان مولى اسماعيل. فلذلك يعني التاريخ احيانا يعني يركز على نقطه فيضخمها، فهذا التضخيم التشويه قد تكون هذه النقطة حقيقية ماشي ماشي صحيحة، كان قويا شديدا ورب المغرب كان في حاجة إلى تلك الشدة، لكن يعني أن ركز يعني الضوء ويسلط على تلك النقطة فقط يشوه الشخصية. فقلت إذا هذا الأمر يعني في شخصية سيدنا محمد حينما تداركه هذا الأستاذ المعاصر وألف في ذلك التأليف يعني المختصر، يعني كان الكتاب يبهر من يقرأه شخصية يعني بهذا الشمول بهذا التكامل. فيعني أسلم الرجل طبعا ورحل من يعني طوكيو، يعني اخذ طائره مع انه رجل اعمال معروف، رجل اعمال الوقت عنده مدن يعني ما يستطيع ان يترك عمله، وسافر يبحث عنه. فلما دخل الى يعني مدينته واستقبل في غرفته، يعني كان يعني الاستاذ المؤلف وهو شيخ مسلم كان جالسا على اريكته، رفض الضيف ان يجلس على الاريكه التي وفرت للضيوف، جلس متربعا على الارض على عاده اليابانيين، يعني احتراما وتقديرا لهذا الذي الف واستطاع ان يلين يعني بعض الجوانب من شخصيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك خاتمه الكلام ان التطبيق العملي لمنهج التخلق باخلاق سيدنا محمد، وما ذلك الا تخلق باخلاق القران، كان خلق القران، هو ان نبحث عن الصوره الشامله. فلدينا والحمد لله موسوعه كبرى، هي ذكرت موسوعة ابن القيم رحمه الله، ولطالب العلم اللي عنده القدرة يعني يمكن أن يستغني عن القيم يمشي راسه، فكتاب الله جل وعلا مفتوح للتلاوة أنا الليل وأطراف النهار، والسنة النبوية فسيحة واسعة والصحيح منها الحمد لله ثابت وما لم يصح صحيح، وكتب السير والمغازي بعد ذلك والشمائل متوفرة، إنما يحتاج فعلا إلى وقت بالنسبة لهذا الأمر، يحتاج إلى وقت. فالمقصود هو بيان الطريق والمسلك الذين تخلقوا من خلاله بأخلاق القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.